أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصر مساء. النهاردة أحب أعرفكم بضيوفي الكرام. معايا النهاردة المهندس محمود الفرجاني. أهلا وسهلا بك يا فندم. أستاذ محمود، حضرتك رئيس مجلس إدارة شركة وسيلة للخدمات دفع الإلكترونية، تمام. ومعايا النهارده الضيف العزيز الكريم برضو علينا، استاذ محمد العقاد، مستشار التسويق لشركه وسيله لخدمات الدفع الالكتروني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمود. في بدايه كلامي وحديثي معاك، انا كنت بس عايزه يعني حضرتك تعرف ايه طبيعه عمل شركه وسيله وايه مميزاتها. في البدايه بس حضرتك، اولا مساء الخير عليكي وعلى كل مشاهدينا ان شاء الله. نورت برنامج مصر مساء. وربنا يا رب ان شاء الله يخرج العالم كله ومصر ويحفظها من الازمه اللي هي فيها حاليا. امين يا فندم. امين. شركه وسيله شركه متخصصه في مجال الدفع الالكتروني. امين. بمعنى ان هي وسيط بين الشركات الكبرى زي مثلا اورنج او اتصالات او فودافون او وي، بتقدم الخدمة للتاجر أو التاجر بيقدمها للعميل في صورة مبسطة إن هي تسهل عليه الخدمات دي. تمام. دي شركة منافسة في السوق زيها زي فوري ومصاري وبي وممكن بعض الشركات اللي هي موجودة في السوق، الشركات الكبيرة يعني. أنا لسه شركة في البداية. أيوة. فهي متخصصة في مجال الدفع عموما، كل مشتملاته سواء الشحن رصيد أو الكروت أو الفواتير أو المعاملات، كل ما يخص الدفع الإلكتروني والدفع عن بعد. وان شاء الله باذن الله، طبعا زي ما حضرتك عارفه ان احنا دلوقتي الدوله بتتحول من معاملات من وجه لوجه الى معاملات ان هي تكون معاملات الكترونيه. ففي الاطار دوت احنا شركتنا ان شاء الله باذن الله بتقدم تسهيلات كبيره جدا في مجال الدفع الالكتروني والدفع عن بعد. طب يا استاذ محمد، استاذنك استاذ محمد، طب حضرتك يعني ليا سؤال مهم جدا. يعني دلوقتي الشركه، حضرتك بما انك مستشار التسويق للشركه، تمام، ماذا قدمت شركه وسيله خلال الفتره السابقه لمسانده الدوله المصريه؟ هو اولا انا بشكر سيادتك جدا على اللقاء الممتع يا استاذه اميره، من الناس المحترمه جدا اللي بتقدم محتوى. اشكرك يا فندم. برنامج سيادتك ليه نسب مشاهده عاليه. ربنا يخليك والله. نتمنى من الله، حضرتك نورتنا طبعا. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك. نتمنى من الله طبعا زي ما استاذ محمود ان كلنا نعدي الازمه دي على خير. نتمنى ان شاء الله ان مصر تنهض وتكون في خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي كلنا خلف قيادة عظيمة. ما قدمناه خلال الفترة اللي فاتت هو خطة موضوعة تم إعدادها بحيث ان احنا نقدر نساند الدولة المصرية. تمام. اي رجل اعمال او اي حد يقدر يساند في ظل الظروف الحالية، وباء منتشر في العالم كله جديد على العالم، ما حدش قادر يحدد بالظبط علاجه، ما حدش قادر. فالفترة اللي فاتت فترة عصيبة على كل الدول، ومصر مرت بالفترة دي بشكل كبير. يعني كان في لازم كل ما نستطيع ان نقدمه. تمام. بناء على طبعا النازع الوطني، وان ده لازم نتحرك في الوقت ده. الباشمهندس محمود ادى اوامر فوريه للشركه كلها ان احنا نوضع خطه كيفيه المسانده للدوله المصريه. تمام. بدانا نعمل بروتوكول مع السيد الوزير المحافظ اللي هو شريف بشاره محافظه الاسماعيليه. بدانا نتكلم مع كل الناس. يعني سياده الوزير ما بيتاخرش، بيسهل اي حاجه، بيقدم كافه التسهيلات. تمام. سياده المحافظ، سياده مدير الامن برضو. حضرتك التغطيه بتاعتها في محافظه الاسماعيليه بس ولا هي ليها انتشار اوسع؟ لا، هو حاليا بص حضرتك، هو في رجال اعمال كتير وفي تمام. شركات كتير. تمام. بس تمام. اللي بتقدمه وسيله يعني بتقدم كتير جدا، خصوصا في منطقه القصاصين او مركز التاجر الكبير عموما، والاسماعيليه كلها على وجه الايه العموم يعني. تمام. وسيله قدمت مثلا ما يعادل حوالي 10 طن كلور مركز تعقيم كافة الكرة في المنطقة. تمام. وسيلة قدمت ما يعادل 25,000 كمامة. تمام. دي حاجة جميلة جدا. وسيلة برضو طبعا كل ده بالتعاون في الأول، في المقام الأول مع حزب حماة وطن طبعا. تمام. برئاسة سيادة اللواء محمود فراج. تمام. طبعا فتم تنسيق معاه وتم تنسيق مع الجهات المعنيه، سواء سياده المحافظ وسياده مدير الامن وبرضه كل اقسام الشرطه او الجهات التنفيذيه، المجالس المحليه ومجالس المدينه والوحدات المحليه. تم التنسيق بيننا وبينهم، ودلوقتي فضل ربنا سبحانه وتعالى ان احنا دلوقتي بنغطي كافه الكرة من جميع مشتملات، سواء كمامات او كلور او سبراي اللي هو معقم يدوي او حمل التوعيه طبعا. طبعا اتفضل. عاملين حمل التوعيه كبيره. الفتره الجايه نازلين ثلاث حملات برضه بالتعاون مع الجهات التنفيذيه وحزب حماة وطن. عباره عن ايه طبعا الحملات دي؟ اعرف الساده المشاهدين. عملنا اول حمله، حمل التوعيه.
تمام. طبعا بنوعي الناس بحيث ان طبعا ان هم ما يختلطوش ببعض. في ناس برضو مهما كان نسبه الثقافه قليله ايا كان في بعض المناطق، فبالتالي احنا بنحاول احنا نوعيهم ان هم ما يختلطوش بحد، ان هم ما يأذوش الغير. طب يا استاذ محمود، يعني برضو حتى في ظل ازمه كورونا، هل هناك الاسماعيليه فيها نسبه كورونا عاليه او نسبه الوباء في الاسماعيليه كتير ولا هناك نسبه قليله؟ ده اللي يقدر احدده وزاره الصحه. انا قصدي يعني بما انك بتقدم خدمات بالنسبه لعدد السكان، محافظه الاسماعيليه تعد من الاقل للمحافظات، يعني احصائيات في ناس كتير بتساهم، ناس كتير تمام. جدا. انا قصدي الدورات التدريبيه هناك في التطهير والحاجات دي كلها. محافظه الاسماعيليه من اوعى المحافظات اللي موجوده، شبابها شباب مثقف جدا وواعي، كله بيتكاتف. عشان كده بقول لحضرتك عرف محافظة الإسماعيلية من خلال البرنامج، في ناس كتير مش عارفة محافظة الإسماعيلية. محافظة الإسماعيلية بص، أهم ما يميز محافظة الإسماعيلية هي شعبها. طول عمرنا بنتميز بالطيبة وإن إحنا احتواء من كل المحافظات. محافظة الإسماعيلية تعد في النسب الأقل لإصابة، وإن حتى قعدنا فترة ما كانش في إصابات عندنا، في يعتبر يمكن من آخر المحافظات اللي تم زور فيها برضو إن إصابات. مستشفى العزل عموما موجود في الإسماعيلية. عشان كده أنا سألت السؤال ده برضو. عشان كده بقول لحضرتك، بما إنك حضرتك بتقول لي إن أنتوا قايمين بالتطهير ووسائل كتير جدا، فعشان كده سألت، هل ده كان دافع برضو حفاظ على ان المرض ما ينتشرش؟ طبعا بنحاول، يعني كل ده برضو تحفيز. بنحاول ان احنا نحجم بالظبط. هو كده كده مرض ملوش علاج اكيد يا فندم، حتى لان هو بس بنحاول على قد ما نقدر نسيطر عليه، احنا نحجم ونسيطر عليه على قد ما نقدر. الفتره اللي فاتت قدمنا عن طريق الرش طبعا في اماكن كثيره قوي، بالتنسيق طبعا مع جميع الاماكن على قد ما نقدر رشينا. وعلى فكره مش احنا الحمله الوحيده، في حملات كثيره موجوده. حضرتك قلت لي برضو قبل التصوير ان في حملات كتير جدا، حملات تطهير من خلالكم برضو، خلالنا، وفي حملات ما كانت موجوده، واحنا على قد ما قدرنا وزعنا الكمامات، وزعنا المطبوعات بالتنسيق مع حمايه وطن لرفع التوعيه وكافيه الوقايه من انتشار المرض. حاولنا على قد ما نقدر نساند في الحته دي، لان الحته دي مهمه جدا، ازاي نوعي المواطن جاي في اماكن معينه بتكون نسبه الثقافه فيها محدوده، بنحاول نوصل لها ونوعيها ونوصل لها المطبوعات ديت، ونوصل لها كمان الحاجات الوقائيه اللي تقدر تستخدمها في ظل الظروف الحاليه. الباشمهندس محمود برضو قام بحمله مكبره، يعني على قد ان هو يدعم في فئات معينه من المجتمع كانت تمام. تاثرت في الفتره الاخيره في ظل اغلاق الكافيهات واغلاق اماكن كتيره تمام. محدود الدخل كان في الفتره دي محتاج تكاتف من كل الجهات. استاذ محمود خلال شركه وسيله قدم ما يعني قدم، مش عايزين نخش في تفاصيل بالظبط التقديمات، لكن مواد غذائيه وقدمنا حاجات كتيره قوي في ظل الظروف اللي فاتت. طب يا استاذ محمود، لو تحب تتكلم اكتر عن وسيله هتقول ايه؟ يا حضرتك قلت كتير قوي، عايزين بقى نتكلم عن وسيله. يعني لو حبيت تضيف حاجه تانية عن وسيله ممكن تقول. وسيله مش هقدر اتكلم عنها، وسيله اقدر اقول عليها هي قصه كفاحي. عشان كده بقى احنا بنقول ايه، ادينا جزئيه كبيره عن قصه كفاحي. هي وسيله قصه كفاحي، تعب سنين، ارهاق، فكره. هو دايما كان يقول وسيله حلم، فكره وسيله حلم. بصي انا مؤمن جدا بالمقوله، هي يعني تخلي الحلم كده حقيقه. انا اتحاربت كتير، يعني كان او زملائي اللي كان معايا اللي انا موجهه، يعني كان في حرب طبعاً. في البدايه ليه طبعا حتى اللحظه اللي انا موجود فيها تتحارب. في حرب شرسه تمام. الشكر، كل الشكر والتقدير لوالدي ووالدتي، الناس اللي سندتك طبعاً. اكيد دول في المقام الاول، واصدقائي اللي هم فضلوا موجودين معايا لحد دلوقتي، تحيه ليهم. وسيله، يعني انا مؤمن بمقوله جدا، قصه كفاح وسيله. بس هي مقوله، انا اتنفس اذا انا استطيع طبعا. ديت معنى ملخص وسيله. وسيله ممكن نقع دلوقتي هنقوم تاني، ولو وقعنا تاني هنقوم تالت، ولو وقعنا تالت. بس ده حلمك، مفيش حد بيقدر يتخلى عن حلمه. احنا كشباب عموما لازم نبعد عن نقطه الثقافه المغلقه. استاذ محمود، انتوا الكوادر اللي الدوله عايشه عليها، يعني انتوا اللي بتنتجوا. لا، الكوادر هي القيادات، احنا بنتعلم منهم الاول بالظبط، بعدين بنطبق. ما هو ده اللي انا بقول، انتوا لسه طالعين بتضيفوا لمصر، ما هي مصر محتاجاكوا برضو. مصر يعني محتاجه استثمار، ومحتاجه ناس من بلدها، ومحتاجه شباب يطلع يقول انا بعمل وبدي، فدي حاجه كويسه. بس الشباب عموما، يعني ما يميز البلد دي عن اي بلد في العالم كله، مصر ولاده برضو، ان شبابها بيحب البلد دي اكيد. بس للاسف الشديد معظم الكبار بيحارب الصغير،
يعني احنا والله هو مش مبدا، هو مش مبدا شركات الناشئه دايما بتقابل، بس طول ما انا صح برضو خلي بالك يا استاذ محمد، يعني طول ما انا صح ومش على لاين صح ما حدش يقدر يحاربني. بالظبط. بص بص، اي شركه ناشئه في البدايه، اي شركه ناشئه في البدايه بيبقى فيه طبعا شركات كبيره مستحوذه على السوق، فطبيعي ان انت هتاخدي حته جودتك بقى منهم وطريقتك واسلوبك. بالظبط هو ده ما تم يميزك عن الاخرين. بصي في ثلاث حاجات الميزه اللي بتميز مثلا شركه وسيله عن غيرها ايه؟ هو ثلاث حاجات. احنا عندنا الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى خدمه عمر 24 ساعه تمام، ده في وسيله مش موجود في معظم الشركات الثانيه. عندنا حاجه ثانيه اقوى عموله في السوق، يعني احنا اعلى عموله موجوده في السوق، فبتخلي التاجر يجي عندك ده مفروض منه. الحاجه الثالثه ان سيستمنا فضل ربنا سبحانه وتعالى قوي وشغالين عليه كويس. مش هقول لك ان احنا رقم واحد في السوق، لا ده لو السوق فيه 13 شركه فاحنا شركه 14، بس عندنا حلم ان احنا نكون الشركه رقم واحد في السوق، وان شاء الله دايما تثبتوا وجودكم يا رب في السوق، ودايما اسم وسيله يبقى في الصداره، وان شاء الله طول ما وسيله موجوده طول ما هي تفضل داعمه للبلد ديت وتفضل داعمه للشباب. ومعايا سلسله حلقات وان شاء الله يشرفنا طبعا. يعني انا سعيده بيكم النهارده. استاذ محمد تحب تضيف كلمه اخيره تقول ايه؟ هو ان شاء الله نكون مع سيادتك، وانا حابب من منبرك الاعلامي المتميز ان ربنا يخليك يا رب، ده وجودكم المميز عندي واحنا داخلين ان احنا عاملين يعني من خلال منبرك ومن خلال برنامج ان احنا هندعم وزاره الصحه في اسماعيليه ان شاء الله بكم ب 50 كرتون. طب يعني انا بجد بحييكم جدا من خلال البرنامج على المبادره الجميله دي. يعني احنا قلنا قد ايه بس عشان نبقى سبعه؟ 50 كرتونه ان شاء الله اللي شاء موجود ان شاء الله، ولو قدرنا 50 كرتونه كمامه يا جماعه في الاسماعيليه وهنفضل على الخط ان شاء الله موجودين. اي دعم هنفضل موجودين. وكيل وزاره الصحه في اسماعيليه الدكتور سعيد السقعان وننسق معاه، ولو هنقدر نقدم اكتر من كده احنا قدمنا الفتره اللي فاتت، وان شاء الله عشمانين في ربنا وسيله تبقى في الصداره ان شاء الله، ويبقى ليا لقاء اخر معاكم ان شاء الله. وانا سعيده جدا بوجودكم وان شاء الله عايزين تقولوا كلمه ثانيه. اتفضلوا اتفضلوا اتفضل دي. انا بس كل ما انا حابب بس ان انا اضيف الشكر لبعض الناس اللي هي ساهمت في العمل التطوعي، يعني في العمل التطوعي للبلد، برضو ما نقدرش ننسى فضلهم. طبعا سياده مدير الامن، طبعا سياده المحافظ، تحيه من خلال برنامج مصر مساء، حزب حماة الوطن على وجه الخصوص تحييهم، طبعا وائل بي جمعه، احمد بي جمال، تحياتي للجميع طبعا، جويش ابراهيم بيه صدقي، الناس دي كلها وقفت معانا وساندتنا سواء بالتنسيق بيننا وبينهم. اكيد رسالتك وصلت طبعا. رقم واحد وزاره الصحه طبعا، والجيش الابيض. الجيش الابيض احنا ما نقدرش نهدر حقه طبعا، على راسنا ما نقدرش ننكره. حابب اوجه لهم الشكر وقلنا ان احنا مش نقدر نوفي لكم جزء من حقكم صراحه. احنا بنشكرك طبعا يا استاذ محمود. استاذ محمد طبعا شكرا لك حضرتك. انا بتمنى لكم يا رب شركه وسيله تبقى في الصداره دايما، دايما نسمع عنها ان هي توب فوق ان شاء الله. انا عايزاكم معايا في حلقه ثانيه ان شاء الله. شرفني طبعا. ان شاء الله. نطلع فاصل يا جماعه. رجعنا لكم من الفاصل النهارده ومعانا اخبار الاسبوع. قام السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه يامر تحويل جميع العاملين باداره الرصد البيئي والنظافه بحي غرب التحقيق وتحرير محضر ضد شركه النظافه المسؤوله. الشريف يامر رئيس حي غرب برفع تراكمات الكمامه فورا بمساكن عثمان بالمتريس، ويتعذر انه لن يسمح ويحذر انه لن يسمح بتكرار مثل ذلك الشكل غير الادمي ومحاسبه المقصرين فورا. الشريف يواجه بضروره التنبيه على المواطنين بالمساكن بعدم القاء القمامه بالشوارع، والا سيتم تعرضهم للمساله القانونيه. دواء روسي يباع في الصيدليات يعالج فيروس كورونا، نفس فصيلة الأفيجان بعد التطوير. هذا خبر، وهذا خبر جديد ورائع جدا، وهذا الموضوع موضوع علمي. مشروع سد النهضة، أثيوبيا تريد التلاعب بقرارتها والبدء من جديد. والنهاردة كمان معانا نداء إنساني، من فضلكم اتبرعوا ببلازما الدم بدون مقابل. في ناس محتاجة جدا لتبرع بلازما الدم، يعني مش لازم يبقى نستغل المرض،
نستغل المرض في حتة ان احنا عايزين ناخد مقابل عشان نعمل حاجات لبلدنا. يا جماعة من فضلكم اتبرعوا ببلازما الدم بدون مقابل مادي، في مقابل تاني احسن من الماديات بكتير، هتاخده من ربنا سبحانه وتعالى. طب تمام. وفيه برضو عندنا خبر تاني بيقول على سبيل التفاؤل، فاكسين أكسفورد هو لقاح جديد تقدمه جامعة أكسفورد بالتعاون عليه من خلال الحيوانات، بالتجارب عليه من خلال الحيوانات والفئران، وكان من ضمن الفريق دكتور أحمد محمود سلمان أستاذ علم المناعة واللقاحات المصرية الوحيد في فريق الجامعة. لإنتاج لقاح أكسفورد في نهاية شهر 7 سيتم الإعلان عن نجاح اللقاح، وقد تم الاتفاق عليه من قبل 3 دول، إيطاليا فرنسا ألمانيا. وأي دولة تستطيع أن تعمل على إنتاج اللقاح لحين انتهاء فيروس كورونا. في كمان معنا موضوع مهم جدا، وهو أستاذ وليد أبو شقرة رئيس مؤسسة أيسل للتعليم الدولي. أيسل للتعليم الدولي، التعليم عن بعد فكرة جديدة يطالب بها وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، ياريت تدعيم الفكرة وتطويرها. التعليم عن بعد بيفتح مجالات كبيرة جدا لأي حد ما قدرش انه يتعلم أو ياخد فرصته في التعليم، فياريت احنا ندعم الفكرة دي. وانا نداء مني من خلال برنامج مصر مساء لسيادة الوزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، من فضلك ادعم لنا الفكرة في مصر هتفتح مجالات كتير جدا. وزير التعليم العالي بشكركم يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا كمان بنت مصرية نموذج مشرف جدا. هذه البنت المصرية، انا يا جماعة عايزة صورة البنت المصرية بس فضلكم يعني. هذه البنت المصرية التي لا تعجز عن مكسب او رزقها او رزق طفلها، تحاول وتحارب البطالة ولا تستنظر مقابل من احد، بالعكس هي في ظل ظروف كورونا، شايفين يا جماعه في ظل ظروف كورونا عملت عربيه صوبيا وعملت عربيه مشروبات، رفضت ان حد يساعدها رفض تام بتاتا، يعني قالت انا هحاول ان انا اعمل ده بنفسي. فدي نموذج مشرف للبنت المصريه، انا بحييها من خلال مصر مساء، بشكرها جدا واكيد كلنا بنحييها طبعا. اخر خبر النهارده، استغاثه الى نواب اسكندريه، تقديم طلب احاطه لرئيس الكهرباء بالاسكندريه بشان الشكاوي المتضمنه والمتقدمه من المواطنين. من فضلكم من فضلكم اعداء مجلس الشعب، طلب احاطه، طلب احاطه لرئيس قطاع الكهرباء بالاسكندريه، ودي استغاثه من المواطنين. النهارده بقى معانا شيف سحر السيد. طيب يعني فاصل وبعدين نطلع نشوف الشيف سحر السيد بعد إذنكم.